تستأنف الجامعة الجزائرية أنشطتها الحضورية بعد أشهر من الحجر الصحي. هاد العام إن شاء الله حنناقش مذكرة الماستر، ورغم الظروف الاستثنائية بسبب الكوفيد 19 كنا نتواصلوا مع الأساتذة تاعنا المشرفين، مع الأساتذة المساعدين عن طريق الإيميل، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ساعدتنا كتير كتير كتير. مخاوف وتساؤلات عديدة بددتها أسابيع من التحضير والتأهب لدخول تدريجي تحترم فيه الشروط الوقائية لفائدة الطلاب والأساتذة. بالنسبة للحضور التدريجي عملنا مخطط، يعني عملنا برنامج بحيث أنه يتم استقبال الطلبة بمجموعات. بدينا بالطلبة المقبلين على التخرج والشهادات النهائية، ثم نتكلموا على المستويات الأخرى، يعني المستويات في التدرج، وربما حتى الامتحانات راح نسبقوا في طلبة الماستر وطلبة سنة ثالثة ليسانس باش نسهلوا لهم عملية الحصول على شهاداتهم النهائية لأنهم طلبة مقبلين على التخرج. تجدر الإشارة إلى أن التدريس الجامعي تواصل عبر منصات الإلكترونية والتي تحولت إلى أداة تعليم مباشر في ظرف قياسي. نحن ننخرط الآن في إطار المرافقة للطلبة للالتحاق بالمقاعد البيداغوغية ومقاعد الدراسة على أساس استكمال البرنامج من جهة، وخاصة شرح ما جاء، لأنه أحيانا ما تم إرساله في الإيميلات ممكن قد يكون غامضا. الآن احنا الطلبة في إطار أسبوع وكان 10 أيام، الطلبة الذين عندهم تساؤلات عن استفسارات حول ما هم جاء في تلك المواد. وإلى حين العودة إلى حياة جامعية كلية عبر الوطن، تتجه وبثبات الجامعة الجزائرية نحو تكريس التعليم التناوبي الحضوري بما يستجيب لمتطلبات العصر.